بعد أن رفع المترشح يوسف أوشيش لملف الإصلاحات السياسية والمؤسساتية أثناء إشرافه على تجمع بولاية سطيف، دعا الجميع لتحمل مسؤولياتهم بالمشاركة في رئاسيات 7 سبتمبر المقبل. الرسالة نتاعي الأساسية اللي حبيت نمررها اليوم عبركم وعبر ناس سطيف الكرامة هي أن الأغلبية الصامتة يجب أن تتجند. الأغلبية الصامتة يجب أن تدلي بدلوها يوم 7 سبتمبر وتصوت لصالح مشروع رؤية، مشروع التغيير، مشروع الشباب، مشروع النهضة، مشروع التطور، مشروع الازدهار، مشروع الرقي الاجتماعي، لأننا ما نتنصلوش من مسؤولياتنا كل الطبقات. رسالتي موجهة للعمال، رسالتي موجهة للطلبة، رسالتي موجهة للبطالين، رسالتي موجهة للناس للنساء الماكثات في البيوت، رسالتي موجهة للطبقة المثقفة. موبيليزي فو افون كيل سوا تروطار، تجندوا قبل فوات الأوان، بينوا على صوتكم ورأيكم قبل فوات الأوان، وإن فات الأوان وكل واحد يلوم نفسه. احنا أمام الله عز وجل قمنا بواجبنا، أمام الوطن قمنا بواجبنا، وأمام الشعب الجزائري قمنا بواجبنا وتقدمنا لهذه الانتخابات رغم صعوبة الظروف. تقدمنا عن لهذه الانتخابات دراية منا للوضعية السياسية الاقتصادية الاجتماعية السائدة. قطاعات التربية، الصحة، السكن والتعليم العالي أخذت حيزاً من تدخل السيد أوشيش، والتي وعد برفع ميزانيتها نظراً لطابعها الاجتماعي وأهميتها الاستراتيجية.